بأقل من 4000 دولار يمكنك الحصول على قارب أو يخت صغير تجوب به البحار بعد أن كان الأمر قاصرا على طبقة الأثرياء، بل والأثرياء جدا على وجه التحديد. هذا ما يقوله المختصون والمتابعون لصناعة اليخوت والقوارب. نتعرف على هذا الموضوع وغيره من الموضوعات المتصلة بصناعة اللوازم البحرية خلال زيارتنا إلى معرض لندن للقوارب. يشهد معرض لندن للقوارب بيع يخوت وقوارب مستعملة للمرة الأولى في تاريخه. فكرة شراء القوارب المستعملة مكنت الكثيرين من تحقيق حلم الإبحار ودخول عالم المتعة والمغامرات. كنت أحضر إلى المعرض قبل سنوات طويلة لمشاهدة القوارب، ولم أكن أتصور أنني سأمتلك واحدا منها. لقد اشتريت قاربا مستعملا بنحو 4000 دولار في حالة جيدة، والسبب أنه مصنوع من الألياف الزجاجية التي تعيش مدى الحياة على عكس السيارات القديمة. ويقول المتخصصون إن جمع المعلومات عن القوارب عبر الإنترنت والنوادي الخاصة بها هو أفضل طريقة لشراء قارب مستعمل في حال جيدة. ويحتفل المعرض الذي تشارك فيه أكثر من 500 شركة بعامه 57، كما يضم الحدث الذي يعد ثاني أهم معرض من نوعه في بريطانيا أكثر من 1000 قارب ويخت يصل سعر بعضها إلى ملايين الدولارات. يقول القائمون على صناعة الملاحة البحرية في بريطانيا إن هذه الصناعة تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد. بلغت قيمة عائدات صناعة الملاحة البحرية في العام الماضي نحو 3 مليارات جنيه استرليني، بمعدل أقل بنحو 6% عن سابقتها، وهي الخسارة الأقل بين الصناعات الأخرى. ويزور المعرض آلاف الأشخاص الذين يقدر حجم إنفاقهم بنحو 1000 جنيه استرليني، ما يصب في مصلحة هذه الصناعة. ويتوقع القائمون على المعرض زيارة أكثر من 100,000 شخص، وخصصت إدارة المعرض عددا من العروض والمسابقات لكل من يهوى الألعاب المائية. حازم الخولي، BBC لندن.